لفريق نادي الزمالك. وده يعني اعتقد ان مكالمه مهمه جدا من خلال الاستاذ طارق، وفكره تجهيز النادي من خلال طبعا لان الجزء المادي والجزء الفلوس ده بيبقى شيء مهم جدا عشان الامور تمشي باستقرار وبتمشي بشكل جيد. استاذ طارق تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ يعني فكره التعاقدات وفكره توفير الماده لفريق نادي الزمالك هو جزء كبير جدا من استقرار النادي. ببارك لكم الاول على طبعا تمديد عقد الونش، وان كان الاتفاق ايضا على احمد سيد زيزو، والبقيه تاتي، وده طبعا مهم جدا من خلال توفير الجانب المادي من خلال طبعا تواجد حضرتك كمدير الاداره الماليه. الله يخليك يا فندم، وبالتوفيق من عند ربنا. الحمد لله احنا يعني بنحاول في كل الاتجاهات ان احنا نوفر الامكانيات عشان التعاقدات سواء في الكوره او في الالعاب الاخرى، والحمد لله ربنا يوفق لغايه دلوقتي. والجهد الحقيقه المجلس كله الحقيقه، يعني انا يعني مجرد متلقي وبنظم بس، لكن الحقيقه الجهد من الساده الاعضاء كلهم الحقيقه هم اللي يعني وفروا الامكانيات ديت الحقيقه. طيب يعني خلينا نقول الموارد حتى الان بالنسبه لاداره نادي الزمالك، طبعا معروف في منها المعروف وفي منها دلوقتي يمكن حضراتكم كنتوا يعني صرحتوا في فكره التبرع بالنسبه لنادي الزمالك، حتى الان الامور ماشيه ازاي فكره التبرع بالنسبه لنادي الزمالك؟ والله انا بس يعني بحب اسميها دعم ومساهمه او دعم اكتر من التبرع. هي في الاخر طبعا هي واحده مش هننكر، لكن نفسيا يمكن قصه الدعم والمساهمه بتبقى اقوى شويه، لان انا عايز احسس ان كل واحد بيدفع ان شاء الله 10 جنيه مساهم في النادي ومساهم في نجاحه، فديت مساهمة نجاح ومتروكة للناس يعني ما عندناش أي مشكلة. بس في نفس الوقت عايز أطمن الجماهير وأطمن الناس كلها معتمدين على القصة ديت، ما ينفعش نعتمد على دعم ومساهمة بس من أي حد، يعني في اتجاهات كتير جدا ماشيين فيها بقالنا 3 أسابيع اهوت، احنا مالناش غير 3 أسابيع الحمد لله، وفرنا مبالغ كويسة من كذا اتجاه، وفي اتجاهات كتير الحقيقه احنا ما بنعلنش عنها خالص. فاحنا ماشيين في كل الاتجاهات يعني. فقصه الدعم دي حضرتك يعني قصه اساسا يعني من طلبات الناس والله، يعني احنا كنا متحفظين عليها في الاول واجلناها خالص اول اسبوع اتكلمنا فيه، وبعد كده لقينا في ناس هي اللي بتلح. طب هي حققت المردود منها استاذ؟ لا لغايه دلوقتي احنا كان فتحنا الاربعاء في نص النهار يعني، وويك اند جمعه وسبت، يعني حضرتك احنا ما بناش يوم يوم ونص يعني، فما اقدرش اقول دلوقتي مردوده هيبقى ايه. لكن مبدئيا يمكن في المردود اللي انا سعدت بيه جدا ان الافات دخلوا حطوا مبالغ صغيره جدا 10 و20 و100 جنيه. انا مبسوط بيها جدا على فكره، انا سعيد جدا ان في يعني بعد فتح الحساب ب 10 دقائق ان تلاقي مثلا كشف كبير يعني جدا جدا جدا، كشف الحساب كبير جدا جدا. يمكن بقول لحضرتك مبالغ مش كبيره، لكن ناس كتيره من يعني عايزه تعمل حاجه، يعني عايزه تقول انا ساهمت مع النادي، فانا ما عنديش اي مشكله، ومش معتمدين على الحجم الكبير يعني. استاذ طارق طيب هل في بعض رجال اعمال، يعني الدعم ده ما بيجي طبعا من محبي النادي الزمالك، هل في بعض رجال اعمال يعني ساعدوا في الطلعه الاولى دي؟ والله الطلعه الاولى لا الحقيقه هو واحد بس ولم يعلن اسمه، لان هو مش بيفضل ما يتعلنش اسمه، ويمكن زي ما قلت يمكن قلتها امبارح، هو مش اعلامي ولا يعني قصدي مش معروف للاعلاميين ولا للجماهير. شخصيه محترمه جدا جدا جدا، عملت اول شيك في الطبق في الدعم، وشيك محترم ما هوش مبلغ صغير، ومش عايز يقول اسمه. فده يعني هو ده يعني ده بصراحه ده هو ده المحب يعني. طيب خليني اخد لحضرتك لجزء تاني، يعني هل مفاوضات نادي الزمالك وحتى الان يعني من خلال التصريحات ان الزمالك مستكمل حواره مع فرجاني سيسي وتفاوضه، على اي اساس؟ هل على اساس فكره انك ممكن توفر جزئيه الماده اللي ممكن تكون لسه متبقيه ليه من مستحقاته، ولا الجزء الاخر من خلال طلبات فرجاني سيسي من خلال تجديد عقده؟ بص حضرتك بالنسبه لسيسي هو مستحقاته اللي هي من وجهه نظرنا وبحساباتنا طبقا للعقد وطبقا لل للي ليه هو خد فلوسه كلها.
تمام. دي حاجة يعني ملوش أي مستحقات متأخرة؟ لا ماليش مستحقات بقى، وجهة نظر بقى يقول لا الخصم ده مش ماشي مع العقد يعني، يعني قصة حسابات يعني. لكن في الآخر هو خد مستحقاته، نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا مش مستمرين في التفاوض، لانه مفيش تفاوض لسه لغايه دلوقتي. هو كل القصة ان احنا الاخر نفس والاخر دقيقة فاتحين الباب. هو المفروض كان يجي يوم 16 او 7 او 15، اتأخر. قيل انا يعني برضو مش متأكدين، قيل ان هو جاي له من دول. فأنا سهلا لو جه وعايز يقعد يتفاوض هنتفاوض، ما عندهاش مشكله. لعيب طبعا كويس وجماهيري والناس بتحبه، ما عندهاش اي مشكله واحنا بنحبه. لكن هو بقى ماضي في حته تانية، او هو مش عايز يكمل في نادي الزمالك، اهلا وسهلا برضه. يعني حضرتك بمنتهى التحضر، ده شغل احتراف، حاجات يعني بالبلدي كده اكل عيش، فما عندهاش مشكله. بس كل واحد ياخد حقه. يعني هل هو هيكمل الدوري ولا مش هيكمل؟ هل اللوائح بتاعت الفيفا بتقول ان هو يكمل او ما يكملش؟ الفيفا هي اللي هتحكم، الناس المختصه هي اللي هتقول. هل تم ارسال فكره ان انا استعلم عن استكمال ساسي بالنسبه للموسم؟ لا 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 احنا مستنيين لاخر لحظه يقال ان هو جاي اليومين دول، يقال خلاص. والله جه وقعد خلاص، احنا طب جه وقعد وكمل الدوري برضه اهلا وسهلا. جه وقعد ومش هيكمل الدوري، نبتدي نشوف يعني. يفترض ان احنا نبتدي نعمل خطوات للحفاظ على حق النادي. والله مش حق النادي خلاص، يعني منتهى التحضر، ربنا يبارك لك، مفيش اي مشكله. طيب برضو عايز يعني من خلال تعود حضرتك طمئنه الجماهير، وزي ما بنقول كده انتوا بتجهزوا لمجلس الاداره القادم. يعني فكره الجانب المادي، وده الشيء بيؤرق طبعا جماهير نادي الزمالك واللي سموه الفتره اللي فاتت ان الامور صعبه جدا. حتة الاستقرار المادي بعد قد ايه ممكن نادي الزمالك يوصل لها؟ بص حضرتك، انا يمكن ما تعودتش ان انا اقول كلام مش مرسل ومش مظبوط. صعب جدا الاجابه على السؤال ده، لانه سؤال صعب جدا الحقيقه. يعني انت بتقول سؤال يعني غايه الصعوبه. لكن موارد نادي الزمالك كتير والله يا استاذ طارق. يعني لا موارد كتير، بص حضرتك الموارد كتير خلاص. بس للاسف احنا يعني استلمنا النادي بموارد منقوصة. يعني ايه؟ يعني النهاردة انت موارد النادي هتبقى ايه؟ غير الدعاية او غير شركة الرعاية بتاعت الكورة. في محلات او البوتيكات اللي بيسموها بوتيكات، او المحلات اللي عجمها الدول العربية و 26 يوليو والكلام ده. في اشتراكات جديدة، المفروض كل سنة ليك نسبة انك تفتح اشتراكات جديدة، دي بيجي فلوس كويسة جدا. وفي الاشتراكات السنوية. فانت حضرتك الاشتراكات السنويه لسه ما بدأتش، لسه الشهر الجاي نمره واحد يعني. نمره اتنين، ان انت عندك الاشتراكات الجديده مش قادر تعمل اشتراكات جديده لغايه دلوقتي. لان حضرتك دخل في النادي في الكام سنه اللي فاتوا عدد اشتراكات كبير جدا اقصى ما تتخيل. فالنهارده انا مربوط ان انا ايديا متكتفه ان انا افتح اشتراكات جديده تجيب فلوس. يعني حضرتك النهارده لو فتحت مثلا 5000 اشتراك بس فقط لا غير، 5000 حضرتك هتجيب مليار خلاص، يفك أزمة النادي والأندية اللي جنبنا. لكن المشكلة أنت مش عارف ليه كمان. أنت النهارده هيجي يشترك دوت، هيجي في نادي مكدس ولا عايز 6 أكتوبر؟ يعني اللي جاي ده جاي على حس 6 أكتوبر المفروض. 6 أكتوبر يعني الظروف ما سمحتش في الفترات اللي فاتت إن هو يتعمل، أو يتعمل في مرحلة حتى. فانت متكتف في حاجات كتير الحقيقه يعني. فعايزه وقت يعني. احنا بص حضرتك، احنا اللجنه قعدت قعدت 6 شهور، قعدنا بقى لنا شهر الا، وقدامنا 5 شهور ان شاء الله باذن الله. حتى الانتخابات يعني الاعلان عن الانتخابات في نوفمبر المفروض ان شاء الله. فاحنا عايزين نصير الامور كويس، ما يبقاش مشاكل كبيره. نجدد على قد ما نقدر للعقود الناس، سواء في الكوره او الهاندبول او الباسكت او اي لعبه. الناس تاخد مرتباتها مظبوط، يبقى في نوع من الاستقرار والهدوء. نحاول ان احنا باذن الله تعالى، يعني احنا البطولات اللي اتخذت في خلال الثلاث اسابيع اللي فاتوا احنا لا ندعي ان احنا السبب فيها طبعا، خلاص لا ندعي ذلك تماما. لكن ندعي ان احنا كنا عاملين هدوء جدا في الثلاث اسابيع اللي فاتوا. قعدنا مع كل الفرق، طمنا كل الفرق، التزمنا بكل كلمه قلناها. يعني نيجي مثلا الباسكت مثلا، يا جماعه الباسكت انتوا اول ما ترجعوا باذن الله من البطوله، سواء خسرتوها او كسبتوها لافريقيا خلاص،
هتاخدوا التزاماتكم. تمام. لعبوا البطولة الحمد لله ربنا وفق، كسبوا، جم بعد ثلاث ايام كانوا واخدين مستحقاتهم. جميل جدا. الهاندبول نفس الحكاية. الطايرة قلنا لهم هتخسروا تكسبوا هتاخدوا مستحقاتكم، دي مستحقاتكم. دي حقكم. اللي فات هتاخدوه. خسروا الدوري ربنا ما وفقهمش فيه، اتحفزوا لانه بعد الدوري ما خسروه خدوا مستحقاتهم او جزء كبير من مستحقاتهم خلاص. بعديها باسبوع دخلوا الكاس كسبوا. يعني احنا عملنا نوع من الهدوء، نوع من الاستقرار. قعدنا مع الناس طبعا، تحديات كتيره لحضراتكم. الكوره نفس الحكايه، قعدنا معاهم وكان يعني الى حد ما في راحه نفسيه اعتقد ذلك يعني. وهم اللي يسألوا على كده. انت عندكم تحدي اخر يا استاذ طارق، وهو يعني مستحقات بعض المديرين الفنيين اللي يمكن متاخرات بالنسبه لهم، يعني زي جروس، زي باتشيكو. دي قضايا الفيفا حتى الان لسه طبعا. قضايا الفيفا طبعا لسه حبالها طويله شويه. لان طبعا عندنا مطالبات كبيره جدا. يمكن كابتن حسين في البان اللي قالوا ان في مطالبات بحوالي 17 مليون دولار. يعني حوالي ربع مليار جنيه. مطالبات من مدربين ولعيبة. احنا طبعا المرحلة اللي احنا فيها ديت بندرس الكلام ده كله طبعا عن طريق المحاميين، سواء محامي دولي او هنا في مصر، وبنشوف كل واحد حالته ايه. لان في حالات مختلفة، يعني في حالات مطالبات بس يعني ما فيهاش حكم. تمام. وفي مطالبات باحكام نهائية لازم ندفعها. وفي تفاوض مع بعض الناس الاخرين ان احنا نحاول نقلل المبالغ عشان نقدر ندفعها. اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق يا استاذ طارق، ويعني تعدوا المراحل دي، لان طبعا الجزء المادي ده جزء مهم جدا لاي استقرار نادي في العالم مش فقط في مصر. يعني اشكرك شكرا جزيلا استاذ طارق جبريل، مدير الاداره الماليه بنادي الزمالك.